يعمل أبو خالد منذ ربع قرن كسائق مركبة عمومية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. 25 عاما شهدت كما يقول ارتفاعات جنونية في أسعار المحروقات، تجاوزت خلال هذه الفترة 10 دولارات إلى 30 دولارا. المشهد بات صعبا على قطاع النقل مع استمرار فرض ضريبة المحروقات التي تعتبر أبرز الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية. 40-45 شيكل طول النار، هلا بدير بمية، 110-120 شيكل سولار، بشتغل لعمال بميتين وخمسين شيكل، بلاقي انه اني مشتغل، بس بروح على الكازية بدير بمية، 120 شيكل، بلاقي انخسفت الغلة، منروح نشتري لنا جاجة، نشتري لنا غرض، منطلع نضاف الغلة. قفزة الأسعار طالت المواد التموينية الأساسية في الأسواق المحلية، وباتت تنعكس على قدرة الفرد في تلبية احتياجاته، سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتدني متوسط الأجور في الضفة الغربية الذي يصل إلى 400 دولار. في تراجع بالتسوق، وفي المواطن صار يحسب حساب كثير يعني قبل ما يفكر، يعني لأنه يعني مشتريات أو سلة مشتريات الأساسية، المواد الأساسية الغذائية صار بدها سعر بكلفه أكثر، وفي عنده مصاريف ثانية، فصار يأخذ من هون ويعطي هون، صار يعني صار بده يوزع رأس ماله. الارتفاع مبين في كل السلع، في كل شيء، كل شيء، وما في شغل، أشغال واقفة، الرواتب تنزل، وموظفين حالهم واقف، ووضع تعبان على الآخر بشكل عام. يعني يقول مراقبون إن الأزمة الحالية تساهم فيها اتفاقية باريس الاقتصادية ومتغيرات دولية عالمية لربما تدفع إلى تعميقها مهما كان حجم التدخلات. موجة غلاء معيشي تضرب نسيج الاستقرار للمواطن الفلسطيني، فيما تبقى التدخلات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية متواضعة لدرجة أنها غير كافية لتجاوز الأزمة المالية العالمية التي تبدو حديثة وتحتاج للكثير من الوقت لمعالجة آثارها. خالد بدير، قناة الغد، نابلس، فلسطين.